أهالي بارغوب تمنينا اللي يكون استعجالي خاطر بحكم معتمدية بارغوب في منطقة ريفية، ويعني بالنسبة احنا الإضافة متاعنا اللي حاشتنا، احنا تصور مثلا مواطن تكسر مش يعمل أشعة في بارغوب يمشي القرنبالي ولا يمشي النابل، ماهوش معقول، لازم يتزبس لكان جاوب يولي يزبس هنا فما إضافة، هكاك وقتها نقولوا فما إضافة. يعني احنا مريض مثلا ناقصين أمبيلونس، فما ناس ما عندهاش امكانيه مثلا باش تهز المرضى نتاعك يجيب الاستعجال يجيب لنا امبيلونس، وقتها نحس اللي فما اضافه، فما ناس ما عندهاش المويه بحكم بعيده على الواحد.